وكذلك يعني إذا كنت جبت الوالدة كانت تأتي سويق وكانت تأتي أشياء، فالشيخ بلطفه يجمعنا ويقول جيبوا. إيش جبت يا خان؟ نحن قبيلة خان. ها نعم. وهو أيضا خان، كان يا خان إيش جبت؟ نعم. قلت جبت كذا وكذا. فكان مرة أنا يعني إيش جدحت السويق. نعم. فصار غليظ يوكل بالأصابع، ملعقة أو الأصابع. فقال ما تعرف أنت، جيب الماء. فجاء ماء وبدأ يعني رققها حتى قال يشرب ما يوكل السويق. يخفف. نعم. فجزاه الله خير هذا. ثم هو ذهب لسبب من الأسباب من أهل الانتظام في المدرسة هداهم الله، فجاء الشيخ جلال الدين وتخرج في الرحمانية التي كانت بعد رحمانية دهلي، بعد ما استشهدت رحمانية في دهلي. نعم. عند انقسام الهند. نعم. فعلى شاكلتها قال الناس الشيخ عبد الوحيد أمين عام جامعة السلفية الذي صار فيما بعد، أجد أباؤه أسسوا مدرسة الرحمانية أيضا بهذا الاسم. وكانت الدراسة طلبة منتقين لا يزيدون أكثر من 40 إلى 50 و 60. نعم. لكن بالانتقاء وباختبار شديد. نعم. أي نعم. فما كان يقبل إلا بعد الامتحان الشديد الطالب. فقدر الله السنة التي كنت أدرس، وباقي سنة أيضا يمكن أدرس المشكات النصف الثاني في يوسفور قريتنا، أو مدرسة قريتنا هذا أو التي قريب منا. نعم. فجاء المؤتمر، هم يعملون مؤتمرات بعض الأحيان آخر السنة، ويكون فيه تسجيل للطلبة وفيه أيضا إعلان للنتيجة، والعوام يفرحون، تبرعات أيضا تزيد في مثل هذا. فطلبوا الشيخ جاء في هذه الأيام، بعد ما راح الشيخ عبد الرحيم جاء الشيخ جلال الدين من متخرجي الرحمانية يدرسنا. نعم. رحمانية بنارس. نعم. رحمانية بنارس من تلاميذ الشيخ نذير أحمد أملاوي رفيق الشيخ عبيد الله الرحماني. ما شاء الله. وكان هو يدرس، وجاء طلبوه في المؤتمر طلب يعني كما يقولون أنه ضيف شرف، ويكون هو صدر الجلسة، رئيس الجلسة يعني. ما شاء الله. فقال الشيخ جزاه الله خير، هذا الشيخ جلال الدين أيضا له من علي جزاه الله خير، أيضا جعلني، كان له ابن أخت يتيم فكان يتربى عنده، فجاء به يدرس عنده. والشيخ في الدور الثاني أما الغرفة طويلة ضيفين من هذه طويلة، وكانوا يجعلون فيها بعض الحاجات للمدرسة حتى القمح والرز وكذا. هي غرفة ومستودع. ومستودع، فغرفة نصف منها كان جعلوا للشيخ، فالشيخ جعل سريري وسريره هو معا، وبيننا دواليب فقط يعني شيء من السترة. كان يقوم الشيخ جزاه الله خير لقيام الليل ولا يحسسنا إذا كنت نائم، إذا كنا نائمين حتى في بعض الأحيان متناومين نرى يتوضأ برويدا ثم يأتي ويقوم رويدا ويقرأ رويدا حتى لا ننزعج. فإذا جاء وقت الأذان كان يوقظنا رحمه الله. ما شاء الله، يعني هكذا كان العلماء. فالحمد لله. يعني مرة كنت يعني أسأل سؤال في حالة النوم، قال إذا كنت قائم تعال صلي معايا. نعم. يقول كذا. فكان كأنه جدارة. الشيء الثاني بالفعل أعطاني شفقة كبيرة، أنه ما كان دائما يحيط بالنصائح، لا تختلطوا كثير من الطلبة، اجتهدوا عند المذاكرة تجتمعون معهم، وإلا يعني عندهم أخلاق إنهم دائما كان. وهو أيضا يربي الطلبة بحيث كنا بعد يعني بعد المغرب إلى العشاء، وعشاؤنا كان يكون قبل المغرب. قبل المغرب. قبل المغرب السنة يقول. كان نعم. يقول الشيخ وجبتين في اليوم فقط. أي نعم. وأما الفطور فكنا نفطر من عندنا، نجيب من البيت، فساكنين هناك أسبوع، وفطور في الظهر، الغداء من المدرسة، والعشاء.
على العشاء قبل المغرب. قبل المغرب. ومن بعد المغرب نجلس إلى ساعة ما بين الصلاتين، ثم بعد الصلاة نذاكر، نذاكر على قنديل. وإذا جلست أمام القنديل وطالعت ورا ما تشوف شيء.